السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل الدرس في التفسير، وقد توقفت عند سورة الفجر. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. هذه السورة هي سورة الفجر، وهي سورة مكية. افتتح الله تعالى هذه السورة العظيمة الكريمة مقسما بالفجر المعروف، وهو الفجر، وثمة فجر صادق وثمة فجر كاذب، والمقصود بهذا القسم بالفجر الصادق، وثمة فروق بينهما. ومن ضمن تلك الفروق أن الفجر الكاذب هو خط في السماء من الشمال إلى الجنوب ويعقبه ظلمة، أما الفجر الصادق فهو النور، هذا يكون قد ملأ الأفق ولا يعقبه ظلمة. فالله تعالى يقسم بهذا الفجر فيقول: والفجر وليال عشر. والفجر، وكذلك يقسم بالفجر، عليكم السلام، يقسم بالفجر سبحانه وتعالى لأنه ليس هناك أحد يزيل هذا الظلام الذي غشي الكون إلا الله سبحانه وتعالى. فمن الذي يأتي بالليل ثم يذهب الليل ويأتي بالنهار؟ هو الله رب العالمين. فالله يقسم بهذا الفجر الذي هو دال على عظمته سبحانه وتعالى، وأيضا يقسم سبحانه وتعالى بالفجر، بصلاة الفجر، لأنها مشهودة تشهدها الملائكة، كما قال تعالى: وقرآن الفجر، يعني وصلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالله تعالى يقسم بالفجر المعروف، ويقسم بليال عشر، قيل عشر ذي الحجة، وقيل العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأهمية هذه العشر، وهي عشر ذي الحجة. ويقسم تعالى بالشفع والوتر، وفي قراءة صحيحة: وبالشفع والوتر، الوتر والوتر، وبالشفع والوتر، والشفع سيأتينا معنا إن شاء الله، وبالليل إذا يسري، يعني حال سريانه وسيره. فهل في قسم الله بتلك الأشياء مقنع وكفاية لذي عقل ولب فينزجر ويرتدع؟ هل في ذلك قسم لذي حجر، لذي عقل يتعظ بهذه الآيات الكونية التي يراها ليلا ونهارا، هذا الظلام الذي يزيحه الله بالفجر، وفضل ليالي العشر والشفع والوتر؟ والشفع، قال بعض أهل العلم إن المقصود بالشفع كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، والوتر هو الله رب العالمين. وقال بعضهم الشافع المقصود به فجر يوم النحر، يوم العيد، عيد الأضحى، وذلك لأهميته، والوتر هو يوم عرفة، وذلك لأهميته، فإنهما أفضل أيام السنة، قيل أفضل يوم في السنة، قيل هو فجر يوم الأضحى، وقيل يوم عرفة. والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هذا الليل إذا يسري، وليل ثم نهار ثم ليل ثم نهار، ويطلبوا حثيثا،
هذا يدل على عظمة هذا الخالق، ولذلك أقسم بهذه الأشياء سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. تخيل لو أن كل الدنيا نهار، من إله؟ استفهام بمعنى النفي، يعني ليس هناك إله يأتيكم بليل تسكنون فيه. ثم قالوا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون. إذن الذي يأتي بهذا الليل ويأتي بالنهار هو الله رب العالمين، هو الذي ينبغي لصاحب العقل أن ينزجر ويرتدع عن الذنوب والمعاصي ويوجه وجهه إلى الله السلام، إلى الله وجهه إلى الله رب العالمين، فيأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي. ثم يخبر الله تعالى بقوله: ألم ترى كيف يا محمد، ألم ترى كيف يا نبي الله، كيف فعل ربك بعاد، بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق منها إلا بالباد. إرم ذات العماد هم قوم عاد عليه الصلاة والسلام. أين كانوا موجودين؟ كانوا في جنوب الجزيرة العربية. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم ترى كيف فعل ربك يا محمد يا نبي الله وغيرك يا محمد، ألم تروا يعني كيف فعل ربكم بمن عصاه وكذبه وكذب الأنبياء والرسل؟ كيف سبحانه وتعالى عاقب عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام في جنوب الجزيرة العربية في ذلك العصر؟ وكيف عاقب الله سبحانه وتعالى ثمود الذين جابوا يعني قطعوا الصخرة بالواد بواد بواد بالواد المعروف عندهم في ومكانهم قوم صالح صلى الله عليه وسلم في العلا، يعني قريبين من المدينة النبوية، تقريبا يمكن 160 شمال كيلو من المدينة النبوية. ألم ترى كيف ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا، ثمود قوم صالح، وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم عبد الله، فمنهم من آمن بهم من كذبه، وثمود الذين جابوا صخرة بلاد، وفرعون، فرعون مصر ذي الأوتاد، يعني ذي الأوتاد يعني ذو الجنود الأقوياء والمملكة العظيمة القوية التي تثبت ملكه، ملك فرعون، وفرعون ذو ثلاثة الذين طغوا في البلاد، يعني أن هؤلاء الأقوام، ننذركم أيها الناس أن هؤلاء الأقوام لما طغوا وتجاوزوا حدودهم بالذنوب والمعاصي وكفروا بالله أن الله سبحانه وتعالى عذبهم، فانتبهوا من عذاب الله واحذروا عذاب الله. قال: وفرعون ذو الأوتاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب على ربك عليهم سوط عذاب، صب على هؤلاء الأقوام الذين كذبوا بأنبيائهم ورسلهم سوط عذاب، نسأل الله السلام والعافية. إذن فالله ينذرنا وينذرنا أن ننهج منهج هؤلاء الأقوام الذين كذبوا بأنبيائهم ورسلهم. فالله يخبر عما أنزله بالمكذبين من العذاب، فيقول: ألم تعلم يا محمد عليك السلام كيف انتقم ربك من قبيلة عاد، إرم ذات العماد، إرم ذات العماد التي لم يخلق ما يماثلها في سائر البلدان، وكيف انتقم الله كذلك من قبيلة ثمود قوم صالح صلى الله عليه وسلم الذين شقوا الجبال في واديهم وصنعوا فيها بيوتا ولا زالت أثارا موجودة، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وكيف انتقم الله كذلك من فرعون صاحب الأوتاد، هؤلاء الذين سلف ذكرهم من عاد وثمود وفرعون قد تجاوزوا حدهم في الظلم والطغيان فأكثروا في البلاد العمل بالكفر والعصيان، فأنزل ربك عليهم يا محمد عذابه الشديد فهلكوا جميعا. إن ربك يا محمد لبالمرصاد، يعني إن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لعباده، فإن عباده إذا طغوا وكفروا وتجاوزوا حدودهم فإن الله يأخذهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. فقال سبحانه وتعالى: فأنزل ربك عليهم يا محمد عذابه الشديد فهلكوا جميعا. إن ربك مراقب لأعمال الطاغين المفسدين في الدنيا وسافلكم. فالله سبحانه وتعالى يقسم بالفجر، وهو وقت ابتداء ظهور النور في الأفق قبل طلوع الشمس، وتقريبا ما بين طلوع الفجر الثاني والصادق
إلى طلوع الشمس قد يكون يعني ساعة ونصف تقريبا أو ساعة وثنتها وثلاثون دقيقة، يختلف باختلاف الفصول وهكذا. والفجر وليال عشر، وتقدم أن العشر عشر ذي الحجة لأهميتها، وعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. قال والشفع والوتر، أي واقسم، يعني يقول تعالى وأقسم بالشفع وأقسم بالوتر. وكما تقدم أن الشفع والوتر يعم كل الأشياء، شفعها ووترها، وهذا قول شيخ المفسر ابن جرير رحمه الله. أيضا كما تقدم أن الشفع المقصود بيوم النحر، وبالوتر هو يوم عرفة، وقيل الشفع هو الخلق، والوتر والوتر هو الله سبحانه وتعالى. وقال والفجر وليال عشر وعشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، يعني وأقسم بالليل وقت سيره وسريانه. هذا الليل العظيم الذي يغطي الكون ويغطي النور بظلامه، من الذي أتى به؟ هو الله رب العالمين. إذن يجب أن تصرف العبادة له وحده. من الذي يزيل هذا الظلام الدامس الذي يغطي الكون ويأتي بالفجر؟ هو الله، هو الذي ينبغي بل يجب على العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر هو العقل، يعني هل في قسم الله بتلك الأشياء مقنع وكفاية لذي عقل ولب فينزجر ويرتدع؟ فإن من كان كذلك علم أن ما أقسم الله به أمور عظيمة فيها عجائب ودلائل على الحق، فيتفكر فيها ويعتبر بها. هذا معنى هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل. ثم قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، أي ألم تعلم يا محمد كيف انتقم ربك من قبيلة عاد في ذلك العصر عندما تجاوزوا؟ قال تعالى وأما عاد لما كفروا، عاد قوم هود لما كفروا بنبيهم ماذا حصل لهم؟ أهلكهم الله. قال تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ ذهب الله بهم لما تجاوزوا ما تجاوزوا حدود الله. قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، إرم أي إرم ذات الأعمدة. وقيل إن إرم اسم القبيلة كلها، وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر علماء التفسير ومنهم الشيخ السعدي وابن عثيمين. وقيل إرم ذات العماد المقصود بها، المقصود بإرم هو أبو عاد، لأنهم قالوا هو عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام بن نوح. وقال بعض أهل العلم المقصود بعاد إرم، بعاد إرم المقصود به إرم، إرم مدينة لهم عظيمة كانت على وجه الدهر باليمن. وذات العماد قيل معناها ذات الأعمدة السيارة التي ينصبون بها خيامهم أثناء تنقلهم. ومن ذهب إلى هذا الشيخ المفسر بن جبر الطبري وابن كثير. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال الله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لكم لعلكم تخلدون. قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي التي لم يخلق ما يماثلها في سائر البلدان، يعني أن الله أعطى القوم هؤلاء، أعطاهم أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وأعطاهم الله حضارة عريقة ومتقدمة، ولكنهم لما عصوا رب العالمين وعصوا نبيهم عليه الصلاة والسلام أخذهم الله أخذ عز المقتدر. ألم كيف ربك بعاد إرم التي لم يخلق مثل البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني ألم ترى يا محمد كيف صلى الله عليه وسلم كيف انتقم الله كذلك من قبيلة ثمود وهم قوم صالح صلى الله عليه وسلم الذين شقوا الجبال في واديهم وصنعوا فيها بيوتا. ففي قولي وهذه من ضمن الآيات التي تفهم بالغلط، لما يقرأ الواحد هذه الآية قول الله تعالى وثمود الذين جابوا يتوقع أن جابوا يعني أخذ الصخور ووضعها في الوادي، ليس هذا المعنى. المعنى وثمود الذين جابوا
الصخرة بالواد، يعني قطعوا الصخور من قوتهم وعظمتهم ونشاطهم، قطعوا الصخور في الوادي وبدأوا يبنون في الوادي وعلى الجبال. كما قال تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. يتكلم الله رب العالمين عن قوم صالح صلى الله عليه وسلم، فقال: تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله، يعني نعم الله، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعصوا الله سبحانه وتعالى. وفرعون ذي الأوتاد، يعني ألم ترى يا محمد كيف انتقم الله كذلك من فرعون صاحب الأوتاد، يعني صاحب الجنود العظيمة التي تثبت مملكته، صاحب الأوتاد يعني صاحب الإهرامات كما قاله بعض العلماء، صاحب الأوتاد يعني أنه أعطاه الله فرعون من القوة ما أعطاه، ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر لما عصى موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد. هؤلاء الذين سلف ذكرهم عاد وثمود وفرعون قد تجاوز حدا في الظلم والطغيان، فالله تعالى يحذرنا أن نسلك مسلك هؤلاء القوم فنتجاوز حدود الله لئلا يأخذنا الله أخذ عز مقتدر. فأكثروا في الفساد، يعني أكثروا في البلاد العمل بالكفر والعصيان ومعصية الله تعالى. فماذا حصل؟ فصب عليهم على هؤلاء الأقوام ربك يا محمد، صب عليهم سوط عذاب. لماذا؟ قال لك: إن ربك لبالمرصاد. فالله سبحانه وتعالى يمهل العباد حتى يمهلهم، وهو يمهلهم ولا يهملهم، وإذا أخذهم أخذهم أعوذ بالله أخذ عزيز مقتدر صلى الله عليه وسلم والعافية. ولذلك أنزل الله العذاب بهؤلاء القوم، فقال تعالى: فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، هذا عذاب، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا كفرعون، يعني وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كان عندهم شرك بالله العلي العظيم وعصيان لأنبيائهم ورسلهم، فأخذهم الله أخذ عز مقتدر. إن ربك لا بالمرصاد، أي إن ربك يا محمد مراقب بالأعمال العباد الطاغين المفسدين في الدنيا، ومطلع على أفعالهم وسامع لأقوالهم حتى يأخذهم وهلكهم. كما قالت على: وكأي من قرية أمليت لها، يملي له الله رب العالمين، أمليت له وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فالله الله أيها الأفاضل أيها الإخوة، بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله وكثرة الاستغفار، لأن كثرة الاستغفار يرفع غضب الله سبحانه وتعالى ويكفر الذنوب والمعاصي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام قاعدين، ويحفظنا بالإسلام وإياكم ويحفظنا وإياكم بالإسلام راقدين، ولا يشمت بنا الأعداء والحاسدين. ونقف عند قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيد بتأييدك، اللهم انصر به دينك وعلي به كلمتك، اللهم وفقه ولي عهد ما تحب وترضى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.